تالت حاجه نظريه المؤامره. في ناس بتتآمر طول الوقت على البيراميدز، اللي هم مين انا ما اعرفش. يعني هم دلوقتي اصبحوا عندهم تأثير كبير جدا بنظرية المؤامرة، لدرجة ان باتشيكو، انا بألفش، لان باتشيكو نفسه قال كده لما زميل صحفي سأله، قال له انت ممكن تستقيل، انا مجهز لكم الفيديو بتاعه، هل انت ممكن يا باتشيكو تستقيل من الفريق لان انت جاي خسرتين، خسرت من سان داونز في القاهرة 1-0، وحظوظك قلت جدا في دوري ابطال افريقيا، دلوقتي مركز رابع بيراميدز اهو، يعني بيراميدز في المركز الرابع قبليه حتى النوازيب الموريتاني، نفس عدد النقاط 4، بس فرصه بتقل لان لسه عنده مازيمبي، عنده ماتشين، مازيمبي هناك ونوازيبه في القاهره، فحتى لو كسب نوازيبه في القاهره يبقى 7 نقط، ولو خسر من مازيمبي يبقى مازيمبي عدى ب 10 نقط، وسان داونز يكسب ماتش ب 10 نقط يبقى بيراميدز خرج من البطوله. فباتشيكو الصحفي بيقول سؤال طبيعي، ان انت اقتربت من الخروج من دوري الابطال وخسران من سان داونز هنا اخر مباراه قبل كاس السوبر، ثم جيت هنا وانت مرشح للصعود للنهائي، كل التوقعات اشارت بنسبه 95% ان النهائي بين الاهلي وبيراميدز، كل الناس كانت مقتنعه بكده، فتقوم تخسر في المباراه الاولى الافتتاحيه وتلعب على الثالث والرابع، فبرضو انت خسرت. فالصحفي بيساله من هذا المنطلق، انت ليه، انت هتقدم استقالتك ولا لا؟ هسمعكم اجابه باتشيكو اللي هو اساسا يعني لم يضف شيء لبيراميدز من يوم ما جه، ولا حتى عمل حاجه، يعني هو شارك في كاس السوبر كده سفلقه اللي فات، الزمالك انسحب فبيراميدز دخل مكانه، ما دخلش يعني عشان بطل، ده هو دخل السوبر اللي فات وخسر من الاهلي، ولعب فاينل الكاس اللي فات وخسر من الاهلي، والدوري خسر قدام الاهلي، والدوري اللي قبليه خسر قدام الزمالك، وفي كاس السوبر خسر قدام مودرن فيوتشر. فالراجل بقى ما فيش اي اضافه، باتشيكو انا قلت هنا كتير ومش هكرر بقى لانه هم حرين بتوع اداره بيراميدز، يعني ان باتشيكو طول ما هو موجود لا يمكن بيراميدز هيحقق بطوله، لانه مدرب ما عندوش اي شجاعه في الملعب، وكل خططه دفاعيه وكل تلعب عقيم، وما فيش شكل حتى كده تستمتع بيه وانت بتتفرج على بيراميدز، واحسن سكواد واحسن لعيبه، ده واخدين 3 من فيوتشر مع بدايه الموسم فوق 100 مليون جنيه، محمود مرعي ومهند لاشين وبوبو، محمد رضا بوبو يعني اللي كان الاهلي عايزه، فقال لك لا الاهلي عايز بوبو ناخده احنا، فمودرن فيوتشر او فيوتشر وقتها استغل الموقف قال لك لا احنا بنبيع الثلاثة مع بعض، شيل فامشي قايل فوق ال 100 مليون ماشي، هو حر يعني فلوسه هو حر فيها، كل اللعيبه دي بتروح لباتشيكو ما عملش حاجه. فباتشيكو لما الصحفي ساله شوفوا قال ايه، نسمع. طيب ده مش اول مره انت تسالني تقريبا السؤال دوت، انا اتسالت منك انت تقريبا او من حد تاني السؤال دوت السنه اللي فاتت. خلينا ارد عليك، انا مش علشان نتيجتين بس سلبيتين انا بقى قلقان من ان انا امشي من النادي، معنى كده ان انا دلوقتي متصدر الدوري، يبقى كل المدربين اللي في الدوري يمشوا من النوادي بتاعتهم لان كده هم مش متصدرين الدوري وانا اللي متصدر الدوري. خليني اقول لك ان انا واثق جدا في شغلي، انا واثق جدا في اللي انا بعمله، انا الكوره بتاعتنا بتوري كواليتي وبتوري كوره قويه وكوره ليها معنى، انا واثق في دوت، فما اقدرش ان انا حتى افكر ان واثق طبعا في لعبتي، ما اقدرش ان انا حتى افكر في ان انا اسيب النادي وامشي لان ساعتها انا ما بقاش مدرب. ويعني السؤال دوت ما يتسالش من حد فاهم كوره، ده كده حد يعني ممكن يكون ماجور، ممكن يكون شغال حد من الـ 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 الاماكن او النوادي اللي بتكون ضدنا وبتحاول تهدم من الشغل. يا ابني مين اللي عايز يهدم بيراميدز؟ اللي هو مين يعني؟ يعني مين اللي غيران من بيراميدز عايزه يتهد يزق صحفي يسألك سؤال بيقول لك انت ممكن تمشي، ممكن تتقدم باستقالتك او ممكن تتعرض للاقاله عشان حضرتك خسران؟ ايه المأجور في دي يعني؟ يعني خلاص يعني الكابتن الخطيب مثلا هيكلم صحفي يقول له روح يلا على باتشيكو اول ما الماتش خلص ومودرن فيوتشر
كسب. فعلى طول وهم في الامارات في قلب الاستاد ما كانش حد عارف، ده احنا وصلنا لضربه الجزاء ال 17، لانه لو كسب باتشيكو ما كانش زميلنا سال السؤال ده. فجري حد من الاهلي جاب صحفي بسرعه، خش اساله السؤال ده، ايه الكلام ده؟ والنبي ايه الكلام ده؟ طبعا النهارده انا بشكر جدا لجنه المسابقات لانها قررت فرض غرامه 20,000 جنيه على باتشيكو لانه تعرض لزميل صحفي، مع انه في جهات اخرى كان لازم تاخد مواقف زي الرابطه زي النقابه زي الكلام ده، كان لازم تحصل حاجات يعني في القصه دي، انما مش مشكله يعني. او الصحفي كان لازم ياخد موقف، او الزملاء الصحفيين كان لازم ياخدوا موقف. انا لو موجود في المؤتمر بكل ادب وتقدير للمؤتمر وتقدير للمباراه وتقدير حتى لشخص باتشيكو هقوم مش هكمل المؤتمر. يعني لو انا موجود وانا صحفي في الاصل وانتمي لنقابه الصحفيين وكنت الامين العام بتاعها، كنت هقوم وانسحب من المؤتمر. لما يصف صحفي بيسال السؤال انه صحفي ماجور، هذا اتهام، هذا اتهام. يعني لو زميل صحفي قال لباتشيكو انت ماجور، باتشيكو هيقوم مش هيكمل المؤتمر، صح ولا غلط؟ فده كان يعني انا بعتب حتى على زميلنا، انا ما اعرفش والله مين اللي سال السؤال. بلال السيسي، يعني بلال السيسي اللي سال السؤال ده، يعني انا بعتب على بلال السيسي وبعتب على اي زميل صحفي كان موجود ان كمل المؤتمر، وبكل ادب كان الناس لازم تنسحب من المؤتمر الصحفي، لأنه هو لا يستحق بعد هذا اللفظ ان الزملاء الصحفيين تقعد قدامه وتساله، ما يستاهلش. لا تدريبيا وفنيا يستاهل، ما فيش اي اضافه بنشوفها مع نجوم كبار جدا، ولا على المستوى المهني يستاهل لانه قال لفظ لا غير لائق لزميل صحفي. فزي ما بقول لكم بوجه الشكر للجنه على هذا القرار.